السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي المشاهدين، مبارك لنا ولكم هذه الأيام الرمضانية والليالي المباركة. أحبتي، السياسة والدين هل هما نقيضان بحيث لا يمكن أن يجتمعان ولا أن يرتفعان ولا واسطة بينهما، أم أن الدين أم أن السياسة هي جزء من الدين؟ جيد، في حالة التعارض بين الدين والسياسة من الذي يقدم؟ هل تقدم السياسة على الدين أم الدين على السياسة؟ هل صحيح ما قاله طه حسين لعن الله السياسة ما دخلت في شيء إلا أفسدت، أم أن له مآرب أخرى من هذه المقولة؟ هذا ما سنطرحه هذا اليوم في هذه الحلقة بصحبة الأستاذ جمعة العطواني. إذن أرحب بكم أجمل الترحيب، وأرحب بضيفي الأستاذ الباحث والأكاديمي جمعة العطواني. حياك الله أستاذ جمعة، أهلا وسهلا ومرحبا بك. حياكم الله أستاذ عمار، مرحبا. دكتور، نبدأ هذه الحلقة على بركة الله بعد فاصل قصير. فاصل ونبدأ، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم مرة أخرى أحبتي المشاهدين، أرحب بكم وأرحب بضيفي أستاذ جمعة العطواني. أستاذ جمعة، السياسة هي فن الممكن، والدين هو مجموعة من القواعد الإلهية التي نزلت على صدر الأنبياء لتنظم حياة الفرد والمجتمع. هذه قواعد وتلك ممكنة، كيف يمكن أن تجتمعان الممكن والقواعد التي لا يمكن أن تبدل ولا تعدل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد التحية بحضرتك أخي العزيز أستاذ عمار ومشاهدي قناة الأيام الأفاضل، ونبارك للشعب العراقي والأمة الإسلامية شهر رمضان المبارك، ونعزي في الوقت ذاته العالم الإسلامي والأحرار والمستضعفين في العالم باستشهاد سيد الموحدين أمير المؤمنين ويعلي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، ذلك الإمام المعصوم الذي قاتل من أجل إقامة العدل الإلهي وإقامة الدولة الإسلامية التي تمثل نتاج لما نزلت به نصوص القرآن الكريم وإقامة ذلك العدل الإلهي ما بين كافة المسلمين. فيما يتعلق بقضية السياسة والدين والعلاقة ما بينهما، أتصور بأن العلاقة هي لا تختلف ما بين العلاقة ما بين الدين والفقه في بعده المعاملات وفي بعده العبادات. السياسة هي من سنخ الدين الإسلامي، ولهذا أعتقد بأنه الدماء التي سفكت من أجل إقامة الدولة الإسلامية أكثر من الدماء التي سفكت من أجل إقامة التوحيد وبقية العقائد الإسلامية، وهذا ما شاهدناه خلال فترة حقبة ما بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يكن القتال بالأعم الأغلب داخل المنظومة الإسلامية من أجل فروع الدين، بمعنى أن المسلمين الذين تقاتلوا فيما بينهم لم يتقاتلوا على صوم وصلاة وحج، فكلهم كانوا يؤدونها، لكن القتال هو من أجل إقامة الدولة والقيم الإلهية والقيم المجتمعية، ومن أجل إقامة العدل الإلهي الذي جاء به الإسلام المحمدي الأصيل. هذا من جانب. من جانب آخر، تعريف السياسة بأنها فن الممكن بالتأكيد هو تعريف حديث، بمعنى أنها وضعت من قبل الأنظمة والوضعية والقوانين الوضعية، وكذلك من قبل أصحاب الاختصاص في هذا الجانب.
فليس بالضرورة أن نأتي إلى هذا التعريف لنطبقه على ما هو ثوابت في الإسلام. نعم، عندما ننظر إلى السياسة من بعدها الوضعي بالتأكيد نجدها تتقاطع مع ثوابت وقيم الإسلام، هذا أمر واضح. لماذا؟ لأن الذي وضع القوانين السياسية هو الإنسان، والإنسان عندما يضع القوانين الوضعية كما يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس الله سره، يقول بالتأكيد النزعة الذاتية والأنانية هي التي سوف تكون حاضرة في وضع هذه القوانين. بمعنى آخر، عندما يأتي المنظر الرأسمالي ليضع قوانين ضمن المنظومة السياسية، بالتأكيد فإن النزعة الذاتية والنظرية الرأسمالية حاضرة في هذه القوانين ويضعها ضمن هذا الإطار. بالمقابل، عندما يأتي الشيوعي أو الاشتراكي ليضع قوانين، فإن النزعة الذاتية الإنسانية والنظرية سوف تكون حاضرة. إذن هنالك تجاذب ما بين العدل المطلق وما بين هذه القوانين. بينما عندما يأتي على سبيل المثال مشرع ليس لديه مصلحة إنية ذاتية، لا توجد لديه أنانية في هذه التشريعات، وليس له إلا مصلحة الإنسان، عند ذلك سوف تتطابق القيم السياسية مع المنظومة الإخلاقية والقيم الإسلامية والإنسانية. ولهذا عندما نقول بأن السياسة في المنظور الإسلامي والتشريعات التي وضعت في النظرية الإسلامية هي تشريعات إلهية، والله سبحانه وتعالى ليس بحاجة، هو غني عن هذه التشريعات ولم ينظر ولم يلحظ إلا مصلحة الإنسان. عندما ننظر من هذه الزاوية لا توجد ثمة تقاطع أو تعارض ما بين السياسة في منظورها الإسلامي وما بين الثوابت الإسلامية. بينما نعم قد نجد تعارض ما بين المتغيرات السياسية في النظرية الغربية أو الاشتراكية مع الثوابت الإسلامية، وهذا أمر طبيعي. هل نظرت الشريعة للسياسة، لإدارة الدولة، إدارة شؤون الناس، البلاد والعباد باختصار؟ أتصور مرة نتحدث من خلال انتزاع تلك الأدلة من النصوص، القرآن الكريم أو روايات الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أو روايات أهل البيت، ومرة نتحدث عن واقع لا يمكن أن ينكره أحد. عندما نسبر أغوار القرآن الكريم قد نختلف أحيانا، وعندما نذهب إلى الروايات ربما أيضا قد نختلف في سندها، في دلالة متنها أو غير ذلك، لكن علينا أن ننطلق من الواقع الذي لا ينكره أحد، أن أول دولة أقيمت في البلاد العربية في الجزيرة العربية هي دولة الإسلام المحمدي الأصيل. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أقام دولة، الجميع يعترف، كل الفرق الإسلامية تحترف بأن الرسول الأعظم قد أقام دولة إسلامية ضمن الموازين والتي كانت متعارفة آنذلك. هنالك قوانين. دكتور عفوا، النبي لم يقيم دولة، أنت حاولت أن تذهب من الرواية إلى الدراية، وكأنه هناك عجز في الرواية، دعنا في الدراية. النبي لم يقيم دولة، واقع الحال فرض على النبي صلى الله عليه وآله كما يعبر الظرف الموضوعي، أوجب على النبي صلى الله عليه وآله أن يدير شؤون الأمة. لا نعلم إذا استقرت الأمة هل سيبقى الحال على ما كان، أم أن النبي سيجري مثلا، لعله يجري انتخاب، أو لعله مثلا يرشح أحدا لإدارة الأمة. هذا انتزاع من واقع، يعني حضرتك أو أي شخص يريد أن يفهم بأن الرسول لم يقم دولة وأنه أقام دولة لكنه الظروف حتمت عليه إقامة دولة، هذا هو هذا الفهم اللي ذكرته حضرتك أو من يذهب إليه البعض. إذن جميعا نعترف بأن الرسول قد أقام دولة، لكننا نختلف معكم بأن الظروف، أنتم تقولون أو صاحب هذا الرأي يقول أن الظروف حتمت على الرسول أن يقيم دولة، وهذا فهم ينقصه الدليل، بينما الواقع أن هنالك دولة. هذه الدولة كيف أبنيت، كيف أسست، هذا أمر ندخل فيه بالتفاصيل. بمعنى آخر، أن الرسول عندما أقام دولة على أساس
تشريعات إلهية، بمعنى أنه اتكى على القرآن الكريم فيما يتعلق بالقصاص، فيما يتعلق بالأحكام، أم أنه أقام دولة وفق فهمه الخاص ووفق مذاق السياسي ووفق اجتهاداته الشخصية؟ لم يقل أحد من المسلمين بأن الأحكام والتشريعات فيما يتعلق بالنظم السياسية في هذه الدولة بإقامة المعاملات أو إقامة الحدود كانت عبارة عن اجتهادات شخصية. نصوص قرآنية تتحدث عن كيف يمكن له أن يقيم دولة، بمعنى آخر أن السارق عندما يسرق لماذا لم يسجن مثلا على سبيل المثال، لماذا أن تقطع يده وهكذا، هذه نصوص. إذن بناء على طبيعة الواقع الخارجي من إقامة الدولة في عصر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأقامة الحدود وغيرها من الأحكام كانت مبنية على أساس نصوص إسلامية، وهذا دليل واقعي خارجي على أن الرسول عندما أقام الدولة لم يقمها بسبب أن الظروف قد حتمت عليه. ولو أن أقولها صراحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ترك الأمة وحالها في إقامة أي نوع من الدولة ولم يرتبط الرسول أو الدين الإسلامي فقط في العبادات، أولا لم تسفك الدماء كما سفكت، ثانيا لقبل في وهو في 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 مكة التنازلات التي أعطاها إياه أساطين قريش وقالوا له أننا في جانب الإله والعبادي ليس لدينا مشكلة معك، لكن لدينا مشكلة بالنظم الاجتماعية البائدة التي كانت سائدة في ذلك الوقت. عندها ماذا قال؟ لو أعطيت الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أتنازل عن هذا الأمر، لأن أتنازل عنه. يريد أن يقيم العدل الإلهي. العدل الإلهي لا يمكن أن يقام إلا من خلال الدولة. جناب الأستاذ، هناك من يصور أن إقامة الدولة هي من مهام الأنبياء، وأن الله بعث جميع الأنبياء لإقامة الدولة الإلهية، وأن هذا المراد الإلهي، بل وحتى مهمة الإمام صاحب الزمان إذا ظهر هي إقامة دولة. ما مدى صحة هذا الكلام؟ إقامة العدل الإلهي، والعدل الإلهي أكو تفاوت. شوف، مفهوم الدولة دائما عندما نذكر الدولة أو نذكر السياسة مباشرة ينصرف ذهننا إلى الدولة المعاصرة، وربما بعد مليون سنة يكون مفهوم الدولة في ذلك الوقت غير مفهوم الدولة والسياسة بعصرنا الحالي. وهكذا في زمن الأنبياء الدولة مفهوم ثابت لكن بمصاديق متحركة. كل زمن وكل حقبة وكل قرن لديه ظروفه الاجتماعية التي يمكن أن تقام دولة ضمن ذلك المعيار. لا يمكن لنا مثلا أن نحاكي الدولة في قبل مئات من القرون في الدولة المعاصرة. في زمن الإسلام أنا أتحدث على وجه الدقة أن هنالك إجماع، لا يوجد فقيه أو مرجع أو عالم أو فقيه مسلم لا يقول بأن الإسلام هو دولة وسياسة، هو فقه وعبادات ومعاملات وكذلك منظومة اجتماعية ومنظومة سياسية. ربما اختلفنا فيما بعد، يعني كمسلمين اختلفنا أو كشيعة أهل البيت ربما قد اختلفنا في زمن الغيبة، وهذا موضوع آخر. نحن ما نريد أن نثبته أن السياسة هي جزء أساس في المنظومة الإسلامية. لماذا؟ لأنه في أحد الروايات يقولون بأنه الدنيا مزرعة الآخرة، الله يحاسبنا على الدنيا يوم القيامة، على أعمالنا يوم القيامة. هذا أولا. هل يجوز لله سبحانه وتعالى أن يحاسبنا على دنيا ملؤها الظلم ولا يوفر لنا الظروف الموضوعية التي نعيش فيها؟ هذا أمر خلاف العدل الإلهي. إذن الله سبحانه وتعالى وفر لنا ما نستطيع أن نعبده به، وذلك من خلال إقامة دولة، من خلال إقامة نظام يوفر لنا القدر المتيقن من أن ننصرف إلى العبادة. ثانيا، أن الآيات القرآنية التي تتحدث عن مقارعة الظالمين والمستبدين، ما هو البديل؟ هل يجوز لله سبحانه وتعالى وفق المنطق وفق العقل أن يقول لنا الله سبحانه وتعالى قاتلوا الظالمين لكن لا تقيموا العدل؟ زين، إذا قلنا لا، الله سبحانه وتعالى يقول قاتلوا الظالمين وأقيموا العدل، إلهي أي عدل هذا الذي تريده؟ هل العدل الإنساني؟ الإنسان عبارة عن مخلوق مركب من نفس
والنفس أمارة، نفس مطمئنة، نفس لوامة ومن روح وإلى غير ذلك. إذا لا يمكن للإنسان أن يقيم العدل المطلق الذي يريده الله سبحانه وتعالى بناء على نزواته، بناء على غرائزه، بناء على هذه النفس المركبة. ما هو البديل؟ إذن على الله سبحانه وتعالى أن يوجد لدى البديل. ما هو البديل؟ كما يقول السيد محمد باقر الصدر، هو أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد لنا تشريعات ليس لله فيه مصلحة، بقدر ما أن المصلحة الوحيدة هي للإنسان. دكتور، سلمنا أنه لا بد من دولة عليها حاكم كما في حال دولة رسول الله صلى الله عليه وآله، ويكون هو السياسي وهو الحاكم الإسلامي أو الديني. آتيني بمثل النبي صلى الله عليه وآله وأقبل به سائسا. أولا، الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم هو لم يقم دولة بناء على نظريته، وإنما جاء ليطبق أحكام إلهية، قوانين إلهية، تشريعات إلهية، منظومات إلهية. نعم، هو الفرد يعني ربما هو الفرد الأوحد الذي يستطيع أن يطبق هذه الأحكام بتفاصيلها الدقيقة. وأيضا هنالك حصلت ربما حالات غير مثالية في زمن الرسول كما تعلم، لأنه يريد أن يطبقها مو لنفسه وإنما للمجتمعات، والمجتمعات هي متفاوتة من حيث الإيمان، من حيث التقوى، من حيث الطاعة. ولكن بعد وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الأحكام موجودة، القرآن موجود، دستورنا هو القرآن الكريم الذي أوصانا به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم أهل البيت عليهم أفضل السلام: إني تاركم فيكم الثقلين ما إن تمسكت بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. إذن عندما نطبق القرآن الكريم بأحكامه بتشريعاته إنما نحن نحذو حذو الرسول، بغض النظر عن رأس الهرم. يعني ربما قد يكون رأس الهرم إنسان غير محصوم، دكتور، لكن باستطاعته أن يطبق تشريعات القرآن الكريم. هل هناك روايات وردت من النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة الأطهار في شؤون السياسة؟ طبعاً الذي أقام الأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أقام دولة، وهذا لا يختلف عليه اثنان، بل أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أغتيل سياسياً. لماذا؟ لأنه عندما جاء إلى الدولة وجد التفاوت الطبقي ما بين الصحابة، بعض الصحابة، وما بين بقية الناس. هنالك ثمة تفاوت بالعطاءات، هنالك ثمة ظلم حصل في زمن 40 أو 35 سنة التي سبقت دولته. ولهذا هو أراد أن يقيم الإعوجاج الذي حصل في المنظومة الإسلامية وفي الدولة الإسلامية. ولهذا الذين خرجوا عليه من كبار الصحابة لم يخرجوا عليه لشيء يعني يخص أو يتعلق بالتشريعات أو يتعلق بتطبيق الإسلام، وإنما خرجوا عليه لأن حصل لديهم ثراء كبير. وهذا ما يذكره لنا التاريخ، أن طلحة والزبير جاءا إلى، وحتى عبد الرحمن بن عوف جاءوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، قالوا له: أنت لماذا تريد أن تحاسبنا على الأموال التي حصلنا عليها في قبل زمنك؟ نحن كبار الصحابة، قاتلنا مع رسول الله وضحينا وإلى غير ذلك، فلدينا امتيازات تختلف عن سائر الناس. الرسول الأعظم ضمن منظومته الدينية الإسلامية ودولته العادلة التي تمثل امتداد لدولة الرسول الأعظم ما قبل بذلك، أقسم لهم، قال لهم: والله لأعيدن أموال المسلمين إلى المسلمين، والذي تزوج بهذه الأموال سوف أطلق زوجته منه، لأنها أموال سحت وحرام. ولهذا عندما قتل والثور والذي حصل من معارضات من حروب كبيرة في على القاسطين والمارقين والناكثين، كلهم كانوا يصلون ويصومون ويحجون، لكن المعركة كانت معركة سياسية، معركة بين العدل والظلم. هؤلاء احتادوا على نظام سياسي فيه تفاوت طبقي، المقربون من السلطان لديهم امتيازات كبرى، حتى نقرأ في التاريخ، وحضرتك أكيد مطلع على أنهم يقولون: كنا نكسر الذهب والغنائم بالفؤوس، وكانت توزع بطبقية. العرب لديهم امتياز، والأعاجم لديهم درجة ثانية.
المهاجرون لهم درجة أولى وغيرهم من الأنصار لهم درجة ثانية وثالثة. هذا التفاوت الطبقي يتقاطع تماما مع الدولة الإسلامية، ولهذا عندما جاء الرسول الأعظم الأمير المؤمنين طبق الدولة الإسلامية على أقرب المقربين إليه. على سبيل المثال عبد الله بن جعفر زوج زينب سلام الله عليها، وهو ابن أخ أمير المؤمنين، جاء ليطلب له زيادة فقال له أعطني من مال المسلمين، فرفض أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، شقيق أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أيضا كذلك عندما جاء ليطلب منه وهو بيحتاج جيد يعني في أمس الحاجة إلى المال، نحن الآن جاء بحديدة وحماها وهذه معروفة للتاريخ. إذن هذا الحراك، عفوا شيخ عمر، هذا الحراك الذي قام به أمير المؤمنين أولا هو ليس من اجتهاده، وإنما طبق ثمة قوانين موجودة في القرآن الكريم وكانت في عهد الرسول الأعظم. إذن الرسول الأعظم عندما جاء، جاء بدولة قرآنية، لم يأتي بدولة من شخص اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء ليطبق القرآن، وجاء أمير المؤمنين ليطبق القرآن، وهكذا ما حصل في الطف ربما يسعفنا الوقت للحديث عنه، هو أيضا جزء من هذا الصراع. دكتور السياسي، أنا لا أريد أن أتحدث الآن وأقلب البحث إلى بحث تاريخي، أريد أن أتحدث بالواقع. اليوم نحن في 2024، 1445 هجرية، هل يمكن تطبيق ناس أو جر تجربة عمرها 1400 سنة في زماننا هذا، زمان التكنولوجيا وزمان الحداثة والسوشيال ميديا وما إلى ذلك؟ أشوفه شوية غير واقعي. أنا الآن أجيب ناس عمره 1000 سنة وطبق الآن بهذا زمننا وأريد يمشي، صعب. سؤال إذا ما قلت ممتنع طبعا. سؤال مهم وجوهري، يعني الآن المنظومة الحديثة للدول الحديثة كم عمرها؟ مئات السنين، مو؟ الدولة الحديثة عمرها تقريبا 500 سنة. هل يمكن لي وفق هذا المبدأ، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، هل يمكن لي أن أطبق نظرية عمرها 500 سنة في عصرنا الحالي، عصر الحداثة والتطور و عصر الجندر والمثلية وإلى غير ذلك؟ إذا تقبلون بهذا لماذا لا نقبل بذاك؟ وإذا لم تقبلوا بهذا فالآن نحن نعيش تجربة أو نظرية عمرها 500 سنة تقريبا. هذا أولا. ثانيا، فارق ما بين دكتور أي نظرية لعمرها 500 سنة؟ يعني النظرية الحديثة، الدولة الحديثة شو وقت تأسست؟ يعني احنا نعيش النظرية مثلا يعني يعني العقد الاجتماعي، نظرية جان جاك روسو، ليست قديمة. إيش قد عمرها؟ يعني هي حديثة. إيش قد عمرها؟ أو عندما مثلا نعيش النظرية الليبرالية، ما هي ما صار لها 10 أو 20 سنة لخصوص الليبرالية الحديثة. والذي نظر جان جاك روسو وغيره عندما نظروا للعقد الاجتماعي، أليس هنالك عقد اجتماعي لدولة؟ يعني هنالك دولة وبالتالي بدأوا ينظرون لها وقعدوا القواعد ووضعوا القوانين. أقول بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، لنفترض أن عمر الدولة الحالية الحديثة، الدولة الحديثة عمرها 200-300 سنة، ولكنها باقية، لأنه كما يقولون أن الديمقراطية هي أفضل الحلول السيئة أو أفضل الأنظمة السيئة. لنفترض تبقى هذه أفضل الأنظمة السيئة بعد 200 سنة، تبقى على حالها، لم يقل أحد يجب أن نغير هذه النظريات. هذا يعني أولا. دكتور إحنا لا نفرض، ما لا نعلم ماذا سيحدث غدا، ما ندري باكر إيش راح يصير، فشلون ندري هاي النظرية راح تبقى أو الدولة راح تبقى، الأنظمة راح تتغير ما تتغير، ما نعلم. أقول هذه الأنظمة، لكن أنا أتحدث عن أنظمة لعله إحنا الليبرالية ما قدرنا نمشيها، جبنا نظرية الليبرالية الحديثة. أستاذ عمار، هذه أتحدث عن واقع حال، واقع حال أن النظريات تموت. أقول عمر أطول نظرية عمرها 40 سنة، ولعله يعني ابن خلدون في مقدمته يتحدث بتفصيل عن هذه، عن عمر الأمم وكيف أن الأمم تكبر وتهرم وتموت. النظريات كذلك، لأنها إدارة شؤون الأمم، الأمم بطبيعتها تتغير وتتبدل، حتى طبع الناس تتغير وتتبدل. سيد عمار، أنا أتحدث معك مع واقع. كم عمر هذه النظرية؟ ترى الدول فرنسا وغيرها من 1898، مو؟ ايش قد عمرها احنا ب 2024؟ 200 سنة؟ 300 سنة؟ مو؟ الآن لم يتحدث أحد عن تغيير هذه النظرية التي نعيشها الآن في عصرنا الراهن.
إذا الذي يحترض على المنظومة الإسلامية كمدة زمنية الفارق ما بين النظرية الإسلامية والنظرية العلمانية المادية هو فارق بالسنين فقط. بمعنى آخر أن الذي يحترض عليه أن يحترض على هذه النظرية، هذا الجواب النقضي. أما الجواب الحلي يختلف. الجواب الحلي نحن لا نتحدث عن نظرية بشرية حتى أنها محدودة بحدود هذا البشر، محدودة بعقل البشر الذي مركب مع ما بين عقل مجرد وما بين غرائز وغيرها، كما يقول ميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة، تقتل البشر كما الآن يحصل من إبادة جماعية في فلسطين المحتلة، ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة يباركون ويقولون أنه مظلوم ومعتدى عليه. هذا النظرية نحن لا نؤمن بها، وإنما نحن نؤمن بنظرية إلهية مطلقة، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. النظرية الإلهية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، وبإمكاننا أن نقيم هذه الدولة في عصرنا الراهن. هذا الكلام سمعناه، كيف يمكن؟ دقيقة لو تسمح سيد عمار، لو تسمح دقيقة. يعني نحن الآن نعيش القرن الثالث لنظرية العقد الاجتماعي، يعني عندما نظر للعقد الاجتماعي قبل يعني في 1700 ويعني قد يكون 1750، يعني في 1700 بشكل عام، لأن جان روسو ولد 1712 وتوفي 1778 تقريبا، ففي هذا الزمان هي نظر لهذه النظرية وطبقت والآن شاخت وهرمت. هذه 300 سنة ما قدرت تصمد، تريد نظرية 1000 سنة تصمد؟ مستحيل. أنا أتحدث لك عن هذا الموضوع، ما أريد أعيده، أقول لك من 1700 إلى يومنا هذا يعني هنالك أيضا عقد اجتماعي موجود، ليش هو النظام الليبرالي مع أساس عقد اجتماعي، وهكذا الاختلاف بالتفاصيل. هذا أولا. اثنين، مع الفارق، ذلك كان جوابي جواب نقضي، الآن أتحدث بجواب حلي. نحن كمسلمين، مرة أتحدث مع ليبرالي مع علماني مع ملحد، ومرة أتحدث مع مسلم، نحن كمسلمين ننظر إلى النظرية الإسلامية أنها نظرية إلهية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، وأن الدين الإسلامي هو خاتم الأديان، ما لا يوجد بعده دين، بمعنى لا نحتاج إلى نظرية أخرى حتى وإن كانت إلهية. أما التعارض ما بين التطور والتكنولوجيا والعلم وما بين الدين، هذه سيمفونية سمعناها قبل عقود بل وقرون من الزمان، لكن الواقع الآن أثبت لدينا بأن الدين لا يتعارض مع العلم، الدين لا يتعارض مع التكنولوجيا، والآن لدينا تجربة بسيطة أمام ذلك الكم الهائل من الضغط الإعلامي والحرب النفسية والحرب السياسية والحرب الاقتصادية. عندنا نموذج تجربة الجمهورية الإسلامية في إيران، تجربة الولي الفقيه، هي أنصع تجربة وصورة مصغرة للإسلام المحمدي الأصيل للدولة الإسلامية. كيف استطاعت هذه التجربة رغم المخاضات والحروب الكونية أكثر من 42 عام، وهذه التجربة الإسلامية تواجه حرب كونية من الشرق ومن الغرب، من العربي وحتى من المسلمين ومن غيرها من الأنظمة العالمية، ورغم ذلك نجحت إلى حد كبير في المزاوجة ما بين التطور العلمي والتكنولوجي والاستقلال والسيادة والثبات على قيم الإسلامية وثوابت الإسلام. ما يحصل اليوم من بزوغ لفجر إسلامي أصيل، ما يحصل اليوم من محور مقاوم يتكي على ثوابت الإسلام وعلى قيم الإسلام ويقف بوجه الظلم والاستكبار والاستبداد، هذا يمثل نفحة من نفحات الإسلام المحمدي الأصيل. ولا ذلك الزمان الذي قيل فيه بأن الإسلام يتعارض مع التكنولوجيا ومع التطور، ولا ذلك الإسلام الذي قيل بأن السياسة هي عبارة عن مكر وخداع وفساد وإفساد، وهذا لا وهذا يتعارض مع قدسية الإسلام. أثبت الإسلام، وكما قال السيد الإمام الخميني قدس الله سره، عندما قيل له: سيدنا لماذا تذهب أنت لإقامة دولة إسلامية وتخوض غمار السياسة؟ السياسة ملؤها المكر والدهاء والكذب والخداع والفساد. قال أنه نعم، السياسة ملؤها المكر والإفساد والفساد، هذه سياستكم
أما السياسة الإسلامية فملؤها العدل والمساواة والقسط بين الناس، هذا هو الفارق ما بين تلك السياسة. فعندما نريد أن نسقط السياسة الغربية على السياسة الإسلامية، هذا بالتأكيد يوجد ثمة تعارض. قضية أخرى، قضية أنه هنالك أيضا مقولة مهمة لا بد أن نركز عليها، أنه في زمن الغيبة أن الإسلام لا يقام إلا في زمن معصوم. دكتور عفوا، أرجع إلى هذه المقولة إن شاء الله، لكن حدثني عن مقولة طه حسين اللي يقول لعن الله السياسة ما دخلت في شيء إلا أفسدت. طه حسين أولا هو خلي نثبت إسلامه ثم نتحدث عن ما يقول. ما يقوله طه حسين لا يمثل لا مدرسة فقهية ولا مذهب سياسي ولا يمثل حتى مذهب عقلي. طه حسين الذي يتعامل مع القرآن الكريم كأي كتاب أدبي، كأي ديوان للشعر، وهو عندما يحضر إلى جامعات في مصر يقول إلى أين وصلنا في نقدنا للقرآن، ينقد القرآن الكريم لأنه يتعامل معه على أساس أنه نص أدبي. فلماذا تريد أن تلزمني بمقولة لرجل أديب سميه ما شئت أستاذ أكاديمي تلزمني به كمسلم أن ألتزم بمقولته؟ مقولة طه حسين كأي شخصية ليبرالية لا تؤمن بالإسلام كمنظومة سياسية، وهذا ليس حجة لا علي ولا عليك ولا على المنظومة الإسلامية. وانقع عن دكتور، رأينا السياسة في كل مكان دخلت به أفسدت هذا المكان. نعم، رأينا السياسة حيثما دخلت أفسدت لأنها لم تطبق بشكل صحيح حتى على مستوى كرة القدم. نعم، لأن هذه السياسة الليبرالية كما يقول الإمام الخميني قدس الله نفسه، يقول الديمقراطية الأمريكية باطلة، الديمقراطية البريطانية باطلة، الديمقراطية الاشتراكية باطلة، الديمقراطية الإسلامية هي الحق، لأننا لم ننطلق من مباني أساسية، انطلقنا من مباني ونزوات ومصالح شخصية. اليوم ما يحصل من عمليات وحروب، الديمقراطية دكتور عفوا دقيقة من أجل إقامة العدل. عندما تأتي دكتور أمريكا بأساطيرها لتحتل دول وتقتل شعوب وتقوم باستخدام قنابل نووية للفتك بالشعوب، يعني هذا تريد أمريكا أن تقيم العدل مثلا على ذلك، أم هو صراع من أجل نزوات وهيمنة وغير ذلك؟ وهذا ما نشاهده اليوم، لأننا لم نتكئ على نظرية إسلامية حقيقية، نظرية إلهية حقيقية تنظر إلى الإنسان على أنه قيمة عليا في الوجود في هذه الدنيا. دكتور، النظريات كلها تنظر للإنسان على أنه قيمة مادية، قيمة اقتصادية، وهكذا عندما نشاهد اليوم كيف أن هنالك كثير من الدول كيف أنها تسرح العمال أو غيرهم لأنهم لا حاجة لهم، أما ماذا بعد ذلك؟ لا ينظر إلى الإنسان، ينظرون الإنسان على أنه قيمة اقتصادية، حتى قيمة أخلاقية لا ينظر إلى الإسلام. أستاذ عمار، الآن عندما يتحدثون عن الجندر وعن المثلية وعن اللواط وعن 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 وغيرها من القضايا التي لا تتعارض أصلاً مو مع ثوابت الإسلام، تتعارض مع فطرة الإنسان، مع فطرة الإنسان. تعتقد هذا نظام سياسي يريد أن يوفر العدل لدى الإنسان؟ واليوم تشوف أنت المنظمات الصهيونية والأمريكية والغربية كيف ترفع شعارات الجندر والمثلية. هذا بالتأكيد عندما ننظر إلى القضية نجد أن السياسة قد دخلت في كل شيء، لكن أي سياسة؟ السياسة المنحطة، السياسة الباطلة، السياسة الميكافيلية. أما نحن نتحدث عن سياسة إسلامية، عن سياسة إلهية، عن عدل إلهي، لم تتح الفرص والظروف أن تطبق. نعم، لكن أتحدث عن نظرية قابلة للتطبيق. هنالك مساحة، تحدثنا عن الجمهورية الإسلامية ورغم أنها مساحة لا زالت تحتاج إلى الكثير الكثير بسبب الظروف والتحديات، كما تعرضت دولة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إلى تحديات كبرى، لم يستطع أن يطبق التشريعات الإسلامية بكاملها بسبب تلك الظروف. لكن أتحدث عن نظرية قابلة للانطباق. نعم، قابلة للانطباق، لدينا نصوص ولدينا واقع عشنا أو قرأنا عنه في عصر الرسول وما بعده. جيد دكتور، عندنا نص صريح وواضح وقطعي، والنص وارد في أفضل الكتب الكافي، يقول، والرواية عن الصادق عليه السلام: كل راية قبل خروج قائمنا فهي راية ضلالة، وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله. نعم، أولا
خلنا نتفق على شيء، نحن كأتباع أهل البيت ليس لدينا كتاب اسمه صحيح كصحيح البخاري. كل الروايات التي تأتي من كتبنا الأربعة وغيرها خاضعة للقراءة والتفحيص والتمحيص من حيث السند، من حيث الدلالة، هذا أولا. وثانيا أن فهم هذه الرواية أيضا اختلف فيه، كثير من فقهائنا يقولون بأن هذه الرواية التي تقول بأن كل راية تخرج بعنوان راية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فكل من يزعم أنه المهدي فهي راية ضلال. وفعلا نحن عاصرنا ولازلنا وربما في المستقبل نجد كثير من أصحاب الأفكار المنحرفة يدعون بارتباطهم بالإمام المهدي أو أنه يمثلون راية الإمام المهدي. هذا فهم أكيد لدى كثير، هذا فهم يحتاج إلى دليل. كيف 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 صرف المعنى إلى أن الراية المقصودة هي راية الإمام أو راية مدعي بأنه الإمام؟ لأنه إذا نريد أن نركض إلى هذه الرواية أنه لا يجوز أن نقيم الدولة الإسلامية في عصر الغيبة، إذن علينا أن نكون أحلاس البيوت وعند ذلك نعطل. وهكذا وهكذا وردت الروايات. نعم نعم. في آخر الزمان خير الناس النومة، أو في آخر الزمان كونوا أحلاس بيوتكم. أنا وإياك، أنا وإياك أستاذ عمار وغيرنا، لا يمكن لنا أن نخوض في غمار هذه الروايات. أكو ظروفها الموضوعية، أكو أسبابها، وتعرف أن عندنا لدينا ظروف تقية وغيرها، لكن نريد أن نطبقها على الواقع عقلا عقلا. لما أقول أنا في زمن الغيبة يجب أن لا أقيم دولة العدل الإلهي، بمعنى آخر لا يجوز لي أن أقيم ثورات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم قدير، قاتلوا أئمة الكفر، وهكذا. الآيات القرآنية هذه لا بد أن نعطلها. لماذا؟ لأنه يجب أن لا نقيم راية عدل، هذا أولا. أي راية بعد قبل ظهور الإمام هي راية ضلالة، بالتالي لماذا نقف بوجه الظالمين والمستبدين والمستكبرين؟ أليس هذا يتعارض مع هذه الرواية؟ هذا أولا. ولهذا في مقولة للسيد الإمام الخميني قدس الله نفسه أرقى ما قيلت في هذا المجال، يقول: هل يعقل سيد عمار، هاي نقطة جدا مهمة، هل يعقل بأن الإسلام الذي قدم من أجله كبار المسلمين فضلا عن أئمة أهل البيت والرسول الأعظم الذي قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، هل يعقل بأن تلك التضحيات وذلك الفيض الإلهي الذي ينزل بشكل يومي على رسول الله من أجل 23 عام أو عقدين من الزمان فقط، هل يعقل ذلك؟ وهل يعقل أنه بعد الغيبة الكبرى، أو لنفترض أن هذا 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 هذه الأحكام الإلهية فقط لقرنين من الزمان، فقط ل 250 عام وبعد غيبة الإمام أن تعطل هذه الأحكام؟ وهل يعقل أن تعطل الأحكام بعد غيبة الإمام لمدة 1400 عام تقريبا، وربما لا تشيء مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يظهر الإمام إلا بعد عشرات الآلاف، بل ربما بعد مليون سنة؟ هل يعقل أن تعطل هذه الأحكام؟ يقول الإيمان في نهاية المطاف أن الإيمان بهذا القول هو أسوأ عندي من القول بمسخ الدين وبمسخ القرآن الكريم. يقول الذي يقول بأن الأحكام يجب أن تعطل إلى ما بعد ظهور الإمام، وربما سوف يطول ظهور الإمام لملايين السنين ما نعرف مشيئة الله، يقول للذي يؤمن بهذا القول: هذا القول عندي أسوأ من القول بمسخ القرآن، القرآن والدين ممسوخ. إذن هذا أمر وفق العقل المجرد للإنسان لا يتعارض تماما مع الأهداف والسماوية التي جاءت بالإسلام والتي تعرض من أجلها الرسول الأعظم وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا خرج الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أليس لإقامة العدل؟ هل العدل منوط فقط في زمن المعصوم؟ ثم أنه الله سبحانه وتعالى يقول: خرج الإمام الحسين بقضية محورية هي إقامة العدل، إقامة ولم العدل. يخرج لإقامة الدولة. لا الدولة ما هي الدولة؟ الدولة هي إقامة العدل. قال: أريد أن أمر بمعروف وأنهى عن منكر، ما قال أريد أن أحكم كيف بينكم. يمكن للمعصوم أن يقيم العادل؟
هل يقعد في المسجد ويقول مثلا هذا حلال وهذا حرام؟ نعم هذا حلال وهذا حرام. الآن نقول نحن في مساجدنا ومراجعنا يفتون هذا حلال وهذا حرام، لكن ما هي النتيجة؟ النتيجة الظلم يتغلغل في أوساط المجتمعات. العبادات كانت موجودة بالمناسبة، كان معاوية يصلي، وبعضهم يقول كان يبكي في المحراب. ليش المصاحف أين رفعت؟ رفعت في جبهة معاوية. إذا لا توجد ثمة اختلافات ما بين المسلمين في الجانب العبادي، لكن الاختلاف في جانب العادل. كيف يمكن أن يقام العدل؟ هو بإمكان أمير المؤمنين أيضا أن يقول هذا جائز وذلك غير جائز، ويستخدم أيضا المعارم يقول معاوية لعنة الله عليه يستخدم لا يقيم العدل، ويقول لمعاوية جزاك الله خير قلت لا يقيم العدل، يلا أقعد يا أمير المؤمنين. إقامة العدل من خلال ماذا؟ تطبيق القيم والتشريعات والأحكام السياسية والقوانين التي جاء بها الإسلام. وإلا كيف يمكن لنا إذا ما طبقنا الإسلام في بعد العبادات؟ يجب أن نلغي ثلاثة أرباع القرآن الكريم، لأن ثلاثة أرباع القرآن الكريم هي عبارة عن قوانين وتشريعات، وعبارة عن تفصيلات في تشريعات تتعلق ما بين المجتمعات. أما الجانب العبادات هي فقط علاقة بين العبد وربه، أما العلاقة ما بين الإنسان والإنسان هذه جزء من القوانين السياسية والعدل الإلهي. العلاقة ما بين المجتمع الإسلامي وغيرهم هنالك ثمة تشريعات، ما بين المسلمين وما بين غيرهم هنالك ثمة قصاص وغيرها. هذه ما أين تضعها القوانين؟ هل يمكن ثلاثة أرباع القرآن أن يعطل حتى ننتظر ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه بعد مليون سنة؟ عندنا نص دكتور، أكو نص يقول انظروا أئمتكم إن قاموا قوموا وإلا بدوا فالبدوا. أنا الآن أنظر إلى إمام زماني قائم أم لابد. نعم، ماذا قال الإمام الصادق عندما جاءه أحد أصحابه قال له لماذا لا تقم يا ابن رسول الله؟ وذهب به إلى خارج البيت ورأى مجموعة من الشياه تأكل، قال له والله لو كان لي معي بقدر هذه الشياه لنهضت بالأمر، يعني يقصد قاد أكيد. يقول هذا الراوي عندما أحصيت هذه الشياه وجدتها 40. إذن أكو ظروف موضوعية. الإمام زين العابدين أستاذ عمار، الإمام زين العابدين اللي مر بأحلك ظروف سياسية ما مر بها لا إمام قبله ولا بعده. أولا استبيحت المدينة، وأخذ يزيد لعنة الله عليه البيعة من المسلمين على أنهم عبيد بعد وقعة الحرة. والإمام زين العابدين كان أكبر معارض سياسي، يقول لمحمد بن شهاب الزهري الذي كان هو من وعاظ السلاطين ويشرع الظلم والاستبداد الذي تقوم به الدولة الأموية في زمن يزيد، يرسل له رسالة مفتوحة أمام الملأ لم يستخدم التقية، يقول له أن بقاءك مع هذا النظام وأن إعطائك التشريعات لهذا النظام إنما أنت تكثر الزواج، بل أنت أكثر بطشا على الإسلام والمسلمين من أكبر قائد في جيش يزيد المعاوية. إذا لماذا لم يكن حلس بيته ويسكت؟ لماذا؟ لماذا في صحيفة زين السجادية كانت كلها سياسة وكلها معارضة؟ إذا لماذا لم يسكتوا؟ الإمام سيد الشهداء يا أستاذ العزيز، النص الديني قابل للتطويع. نعم قابل، النص الديني قابل للتطويع، يقدر واحد يطوع الصحيفة السجادية لتنسجم مع السياسة، يجي واحد يقول هاي تنسجم مع الاجتماع، يجي واحد يقول تنسجم مع علم الأخلاق، يجي واحد يقول هذه مجرد صحيفة عبادية. يعني أنا لا أستطيع أن أحتجب الصحيفة السجادية وأجعلها صحيفة سياسية. أنت الآن صار لك 10 دقائق سيد عمار، بمن احتجيت؟ احتجيت بروايات ربما هي الصحيفة السجادية متفق على صحتها، بينما بعض الروايات التي ذكرتها لم يتفق عليها. أنت احتجيت بمقولة لواحد ليبرالي وغير ثابت حتى إسلامه طه حسين، مو صحيح؟ نعم. إذن أتحدث عن عقل. شوف أنا أريد أن أعرض الروايات على العقل. ربما أنا وإياك نتفق أنه الآن يجب أن نعطل الإسلام في بعده غير العبادات، خلنا نتفق، لأنه كل راية قبل ظهور الإمام هي باطلة، مو؟ الآن هل يجب علينا أن نقف بوجه الكيان الصهيوني؟ ما علينا، إحنا واجبنا صوم وصلاة وحج وزكاة ونؤديها ولله الحمد. حتى يعني بعض الفاشينستات في شهر رمضان ربما يصلن ويصومن، هذا هو؟ هل يعقل؟ هل يعقل أن أزكى دماء تسفك على الأرض وهي دماء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟
من أجل فقط العبادات والصوم والصلاة. ماذا يقول الإمام الصادق؟ رواية نتفق أنا وإياك وكل أتباع أهل البيت. يقول الإمام الصادق عليه السلام: من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. إذن الصلاة بما هي صلاة؟ وإن كانت واجبة وإن كانت هي عمود الدين، لكنها وسيلة لهدف أكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوف كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند كل مراجعنا وفقهائنا وكبار علمائنا، كيف تحدثون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أنه من أكبر العبادات عند الله سبحانه وتعالى؟ كيف يمكن أن يكون الأمر بالمعروف؟ من أجل ماذا؟ فقط نأمر لقلقة لسان أم نوجد البديل الذي يمكن لنا أن يقيم العدل الإلهي؟ هذه قضايا عقلية، ما أريد أن أتحدث من خلال الروايات، أنا أريد أن أسقط الروايات على 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 المنطق وعلى العقل الذي لا يتعارض مع هذه الروايات. الروايات الأخرى ربما تتعارض مع المنطق ومع العقل. ثم أنا نتحدث عن التعارض، على فرض التعارض بين الدين والسياسة، من الذي يقدم؟ هل تطوع السياسة للدين وتخضع للدين، أم نلبس الدين قالب سياسي ونطرحه؟ هذا يعني مثل ما تقول الآن، إذا تعارض الصوم مع الدين، إذا تعارض الصلاة مع الدين، أين المشكلة؟ يعني تريد أن تقول إذا تعارض، هذا تعارض ما بين الدين والدين. أتحدث عن السياسة الإلهية، أتحدث عن سياسة رسول الله، أتحدث عن سياسة أمير المؤمنين الذي حول النصوص إلى واقع. إذا تعارضت سياسة رسول الله مع الدين، من نقدم؟ إذا تعارضت سياسة أمير المؤمنين مع الدين، من نقدم؟ وهذه فرضية لا يقبلها الدين ولا يقبلها العقل. نعم، إذا تعارضت السياسة المادية مع الدين، إذا تعارض العرف مع الدين، من نقدم؟ بالتأكيد الدين. الدين هو أساس وجودنا، الدين هو الأساس الذي نحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى، وما عداه من يتعارض مع الدين نضرب به عرض جدار كائنا من كان. احيانا شوف اكو مواقف. على هذا الاساس دكتور كن نرفض ثلاث ارباع ميثاق الامم المتحده، ونرفض ثلاث ارباع بعض القوانين الدوليه، ونرفض رفضنا بالتالي رفضنا نرفض صندوق النقد الدولي، ونرفض النظام الانظمه المصرفيه والانظمه الاقتصاديه، ونرفض الانظمه الانتخابيه، ونرفض خوش بقى. اولا تمام، اولا استاذ عمار انا قلت لك كله نعرضه على القران، بمعنى الان النظام الديمقراطي، الديمقراطيه اذا كانت اله ووسيله للتبادل السلمي للسلطه في الجانب التنفيذي تماما لا تتعارض مع الاسلام. السيد الامام الخميني قدس الله نفسه عندما جاء، ليش قلت لك انا قبل قليل، يقول الديمقراطيه البريطانيه باطله، الديمقراطية الأمريكية باطلة، الديمقراطية الإسلامية هي الحق. عندما جاء الديمقراطية الإسلامية احنا وين عندنا نص يتحدث عن ديمقراطية إسلامية؟ ما عندنا. لا حبيبي انا مو كل ناس، انا اتحدث عن مفهوم، انا مو جي يعني هل صارت انتخابات مثلا في انتخاب الخليفة الأول؟ ليش انتخاب الخليفة الثاني صار انتخابات؟ اقول لك امير المؤمنين الم ياتي امير المؤمنين منصوص عليه، ورغم ذلك قال اذهبوا الى المسجد. ليش؟ لان إرادة الناس مطلوبة. عندما جلس أمير المؤمنين لأن بعض الناس لا تريده، وبالتالي هو يبقى إماما شئنا أم أبينا، يبقى حقا شاء الباطل أم لم يشاء. ولكن عندما ذهبوا إلى المسجد بايعته الناس جميعا، هذا إقرار من قبل أمير المؤمنين. ثم أقول هذه الآلية في اختيار النظام الديمقراطي لا تتعارض مع ثوابت الإسلام، لا إكراه في الدين. بمعنى آخر الإمام الخميني قال إذا كان الناس يريدون المنظومة الإسلامية تحكم فنحن جاهزون، وإذا كان الناس يريدون النظام الليبرالي أو الاشتراكي يحكم فالخيار للناس. ذهب الناس واختاروا الدين الإسلامي، اختاروا المنظومة الإسلامية، قال انتهى. الآن مو دور الناس، الآن دورنا كفقهاء من أجل وضع دستور يتسق تماما مع الإسلام. هاي الديمقراطية كآلية لا تتعارض مع الإسلام. أقول كل شيء لا يتعارض مع الإسلام لا بأس به، أما كل شيء يتعارض مع الإسلام نضرب به عرض الجدار. هذا أولا. ثانيا دكتور انتهى وقت الحلقة. لا مو أسئلتك مهمة، خلي أجاوب بسرعة بالواقع. وقت الحلقة انتهى دكتور، لعله جاوزنا الوقت الإضافي أيضا. شكرا جزيلا لك أستاذنا العزيز أستاذ جمعة العطواني، كنت
ضيفا عزيزا حقيقة، أجدت وأفدت بأجوبة نافعة، وليس بالضرورة ما أطرحه من متبنيات فكرية، ولكن ما يدور في ذهن المؤلف والمخالف. ناقل الكفر ليس بكافر. شكرا جزيلا لك دكتور جمعة العطواني، كذلك شكري لكم أحبتي لحسن الإصغاء وحسن المتابعة. ألتقي وإياكم إلى ذاك الحين، استودعكم الله واسترعيكم في أمان الله وحفظه.